شي باغيين ينسيوه، ينسيو بلي في 2011 حزب العداله والتنميه قام بدور في الحفاظ على استقرار البلد وعلى امن البلد وعلى اقتراح الاصلاح داخل اطار الاستقرار. هذا هو لو كان شويه ديال الحياء في بعض الناس غير هذا الموقف عمرهم ما ينسوه، ويبقاو كيوقروا هذا الحزب، يبقاو كيوقروا بالخصوص بعد ما مات سي عبد الله بهذا الشخص وعاد الاخوان ديالو اللي ناصروه نهار 13 يناير او 14 يناير، 15 يناير اظن، قبل من نهار الاحد 20 يناير، اللي رفضناه باش نغامروا ببلادنا ونخرجوا للشارع ونساهموا في إطارة الفوضى وما نعرفوا روسنا فين غاديين ونعرفوا روسنا مع من احنا. شو معنى هذا الكلام؟ وجات الانتخابات والشعب المغربي اعترف لنا، اعطانا 107، واش زورنا الانتخابات باش نوصلوا في 20 فبراير؟ انتخابات ماشي اعترف بها الجميع، حتى هذه اعترف بها الجميع، ولكن انتخابات ادخلت السرور على الجميع. انتخابات ديال 2011 الاخوان الكرام ادخلت السرور على الشعب المغربي وتنفس بعدها السعداء. ما تخليونيش نقول لكم كل شيء، راكم تتفهموا. ودخلنا في 5 سنوات الحمد لله كان فيها اخذ ورد، وكانت فيها قرارات صعبه تختها انا بارادتي، حتى واحد ما لزم عليا. ولكن هذيك المرحله ديالي ما نحتاجش نهضر عليها الاخوان. علاش؟ لانه ملي شنو هي الديمقراطيه؟ ياك هي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه، ياك هي هذه الديمقراطيه، ياك هذا. وسيدي الشعب راه قال كلمته ودار الطابع على ال5 سنين ديالي وما خلاش 107، ردها 125 اللي تيقول هذاك في هذاك الشريط، وزاد ايضا ماشي 107 ماشي 102 ذاك الرقم المشؤوم، ما عرفتش 102 شنو هي، والله يجيبكم على خير. استغفر الله العظيم. واش كتبعوا السياسه شويه ولا؟ اش يوصل؟ ف جبنا 125 وعيني سيدنا رئيس ديال الحكومه مره ثانيه، وهذا حسب علمي لم يقع قط في تاريخ المغرب. ربما انا الشخص الوحيد اللي عندي هذا لو تيتر دو فوا سويفي نتينا ولا لا بعد انتخابات، ماشي بحال الحكومه ديال السي كريم العمراني الله يرحمه مسكين، مش كل الامور يعني واضحه. كان هنالك راي اخر ان عبد الاله بن كيران ما يعاودش يرجع، لان خصكم تعرفوا راه هذه الدوله وراه اللي كيدير اللي يبغى واحد هو الله، اما السياسه راه كتخضع الاخذ والرد والضغوط والكلام والشائعات، فهمتيني ولا لا، والمؤامرات وما نعرف شنو. صافي قال لك اسيدي ندخلوا معاك الى قبلتينا باربعه على اساس اننا بحال احنا حزب واحد. قلت لهم لا ما فهمتش انا هذا الشيء، دخلوا معايا باربعه. فهمت انه خصني يكون عندي واحد الكتله في الحكومه اللي خصني نبقى نخضع لها، هذا لم اقبله. ملي سيدنا شافني ما تيسر لياش نكون الحكومه، كلف المستشارين ديالو استقبلوني قال لي السي عزيمان السي بن كيران الله سيدنا قرر باش يعفيك. بعد الكلام اللطيف داك الشيء قلت له السي عزيمان اش كتنتظر مني انا؟ يعني قلت له الكلام اللي كيقولوا سيدنا راه هو اللي كاين، حتى انا ما جيتش الاخوان باش نتلاج مع سيدنا،
ولا باش نطالب بشي حق ديالي. انا صحيح عندي مشروعيه اجتماعيه من عند المواطنين، ولكن الرئيس ديالي وديال المغاربه كاملين هو الملك، وهو عنده صفه امير المؤمنين. ماشي اللعب هذا، ماشي غير ماشي هذا، ماشي رئيس دستوري قانوني جاب الانتخابات. انا جيت بالانتخابات، ما هو رجع من عند الله بلا جينيتيك، وجا من عند الله بالبيعه الشرعيه اللي عطوه المغاربه كاملين. الا من ابى، الا كان شي واحد كيقول لك لا انا ما دخلش في هذه البيعه، هذاك واحد ولا جوج فهمتيني، ولا لا ما يعني الشاد ولا حكم له. قال لي السي عزيمان، قال لي السي مكران، لم اكن اتوقع منك الا هذا الكلام. ومشيت في حالتي، واقتضت المصلحه اننا نعود نشاركوا في الحكومه مع السي سعد الدين العثماني. والسي سعد الدين العثماني دار 5 سنين ديالي بوحده وديالو بوحده. سمحوا لي، لان السي سعد الدين العثماني جات معاه نتائج اخرى. وهذا الشياطين اللي مقابلنا دائما كيقول لك 10 سنين ديال العداله والتنميه. لا سيدي، واخا 10 سنين ديال العداله والتنميه، كاينه 5 سنين ديال عبد الله بن كيران وخمس سنين ديال سعد الدين العثماني. وسعد الدين العثماني راه ما محتاجنيش باش يدافع على راسه. اشنو دار قاعد سعد الدين العثماني؟ الحوايج اللي كانت تواخذ على سعد الدين العثماني حنا اللي كنواخذوها، ماشي انتوما. حنا اللي كنواخذوا عليه القضيه ديال اللغه العربيه. حنا اللي واخذنا عليه القضيه ديال التطبيع. حنا اللي واخذنا عليه القضيه ديال الكيف. ماشي انتوما. هو ساعة في الدولة، واش كان على حق ولا كان على خطأ، هذا التاريخ غادي يقولوا. وهو راه قادر يدافع على راسه. وهذاك الدو ديال غبان انه الرأي ديالي فيه شوية وخرج يدافع حتى هو. راه إذا كان غير على الدفاع راه عارف ما يقول، الناس عارفين ما يقولوا. قولوا لنا واش داروا لكم شي حاجة خايبة، هذا السي سعد الدين العثماني ولا الحكومة ديالو؟ سرقوا لكم، دخلوا في شي صفقة، داروا شي حاجة ديال السوء، يعني 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 ابتزوا شي نساء، داروا. قلنا والو، الصفحة ديالهم نظيفة. حتى هذوك اللي واقف منهم انا موقف سلبي، حتى هما ما عندكم ما تقولوا فيهم، هذاك غير على مسائل بيني وبينهم او لا على سياستهم ولا شيء من هذا القبيل. كيبقى العدالة والتنمية الا بغيتيو تجمعوه على بعضه من انظف الحكومات اللي دازت في المغرب. ان لم يكن انظفها.